ظهر التاء الأربعين صفحة 52 كتاب العجلات. نعرف أن العجلات عندها تاريخ مسطر بين الإيطاليين وبين العثمانيين داخل ظهرة الأربعين. شو قصة ظهرة الأربعين؟ وعلاش يقولوا ظهرة الأربعين؟ وعلاش العجلات أصلا في حد ذاتهم يقولوا لي ورشفانة خوت الجد؟ وعلاش ورشفانة يقولوا على العجلات خوت الجد؟ ومع أن نعرف أن بعد المسافة ما بيناتهم، لكن في المعارك اللي خاضتها العجلات ضد العثمانيين أو ضد الإيطاليين، فكانت من بين كل المعارك صار اختلاف بين القادة، ومع هذا كله صارت الحرب داخل مدينة العجلات. الحرب هنا صارت في مدينة العجلات وبالأخص ظهرت الأربعين، فقعدوا يستنزفوا في القوة متاعتهم كلها، وقعدوا يستنجوا بكل القبائل الليبية، لبت الطلب ورفلة، لبت الطلب صبراتة، ولبت الطلب وزوارة، كلهم جو تساندوا مع العجلات نفسهم. لما تساندوا مع العجلات في حداتها في المعركة هذه نفسها، هنا صار الموضوع أن ما زال مع هذا كله في استنزاف للمجاهدين. فهنا بعتوا مرسول لورشفانة وقالوا له نبوا فرسان من ورشفانة، وطلعوا 40 فارس من ورشفانة وجوا لمدينة العجلات وخشوا من البحر وتضامضوا معاهم في المعركة هي نفسها، لكن هنا استشهدوا في الظهر هي نفسها، وسميت بها بالاسم لأن هم 40 فارس ماتوا، فسميت بها باسم ظهرة الأربعين في مدينة العجلات. وهذا علاش يقولوا لأخوت الجد، وهذا علاش ورشفانة يقول على العجلات خوت الجد، والعجلات نعرفوهم بصراحة. الصاحب اللي على الصاحب يبيع عباته، رب يحفظ أهلنا وناسنا حبيبنا في مدينة العجلات الغالية. شكراً.